السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكبر ميادين المنصورة ميدان الشيخ حسنين. التاريخ 13 مايو 2020، اليوم 20 من رمضان 1441. هذا هو ميدان الشيخ حسنين. نتحدث الآن عن مشروع تطوير الميدان. الميدان كان قطره 30 متر. الميدان المنتظر إن شاء الله بالمنظر الرائع الذي نراه قطره 15 متر. هذا هو الميدان أو المنتظر لميدان الشيخ حسنين إن شاء الله. إذا قلنا إن كان قطره 30 أو نصف القطر 30 متر وهيبقى 15 متر، هذا يؤكد أن هناك خطة لعمل سيولة مرورية في هذه المنطقة. وجهة نظري المتواضعة أن تم عمل الميدان على شكل مائل، لأن كان أطفال الشوارع أو غيرهم من البلطجية كانوا يفترشون هذا الميدان، فجاءت الفكرة أن يكون بهذا الشكل حتى يضيع فرصة على أي أحد يريد أن يستغل مكان هذا الميدان. هو منتظر إن شاء الله غير هذه القاعدة الخرسانية في متر، يعني هنا هيبقى في متر يتم زراعته بجوار هذه القاعدة الخرسانية، متر يتم زراعته بسور حديدي. طبعا العمل على قدم وساق منذ أكثر من شهر، والحمد لله توصلنا لنتيجة طيبة. بعد أن كان نصف قطر الميدان 30 متر أصبح 15 متر، مما ييسر الحركة المرورية. هذا هو ميدان الشيخ حسنين، وهذا هو مسجد الشيخ حسنين، وهذه المنطقة سوق حيوي أو منطقة تجارية حيوية كما نشاهد. فالعمل على تيسير الحركة المرورية شيء طيب ومتميز. جدير بالذكر أن نؤكد أنه تم أو مر على إنشاء مدينة المنصورة 801 عام. وكلنا نعلم أن عيد الدقهلية يوم 8 فبراير من كل عام. إذن الدقهلية أو مدينة المنصورة مدينة لها تاريخ 801 عام، مر على إنشائها كاسم مدينة المنصورة بعد الانتصار على الصليبيون. أما قبلها كانت تسمى جزيرة الورد. نؤكد مرة أخرى هذا الشكل المائل يمنع من احتلال هذه المساحة من قبل أطفال الشوارع أو البلطجية. يبقى شكل مائل وستكون هناك حديقة دائرية بحوالي متر يحيط بها سور. هذا ما لدينا عن تطوير ميدان الشيخ حسنين. ونشكر حسن المتابعة.
شكراً.